سرعة تطور تقنية المعلومات عادة ما تخلق فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وواقع متطلبات سوق العمل. أحد الحلول الجذرية لسد هذه الفجوة بين مرحلة خريج إلى مرحلة محترف هو وجود برنامج ريادي يكون بمنزلة حلقة وصل بين الإجادة الأكاديمية والإجادة الاحترافية. قامت هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية بتدشين برنامج ناجح، وهو برنامج حيوي تدريبي فريد من نوعه يهدف إلى موائمة مستوى الخريج الجامعي من مجالات تقنية المعلومات مع متطلبات سوق العمل من خلال دورة تدريبية مكثفة تستمر لمدة 12 شهر للدفعة الواحدة، يتم التركيز فيها مجملا على المهارات المهنية في المجال بالإضافة إلى المهارات العامة في إدارة الوقت والإلقاء. قام برنامج ناجح منذ تدشينه عام 2010 باستقطاب دفعات سنوية من الخريجين الجامعيين في مجالات تقنية المعلومات، ونجح في تخريج أكثر من 150 متخصصاً تقنياً ومساهمته في توظيف 81% منهم في القطاعين العام والخاص. حتى الآن تبدأ دورة حياة الدفعة بالإعلان والتسجيل للمترشحين. بعد اجتياز مرحلة الفرز والقبول بنجاح يتم المباشرة في البرنامج ويصرف حافز مادي شهري لتغطية التكاليف الأساسية، وبعد خوض البرنامج واجتياز كل الاختبارات تكون الحصيلة النهائية 12 شهادة عالمية معتمدة من مايكروسوفت وخبرة مبنية على واقع العمل بمستوى عال من التخصص، الأمر الذي يؤهل الخريجين إلى شغل وظائف متخصصة ذات أهمية. والتجربة خير برهان، فمثل هذه البرامج من شأنها حقن عالم تقنية المعلومات العماني بمهارات عمانية متخصصة تأتي بعوائد مجزية لهم وللصناعة إجمالا. كان هالبرنامج بالنسبة لي كجسر ربط بين ما درسناه من دراسة نظرية في الجامعة وبين ما اكتسبناه من خبرات تطبيقية في المجال المهني. بدون برنامج ناجح ما كنت أظن رح أشتغل في أحد الشركات والمؤسسات المرموقة، لأن برنامج ناجح يعتبر بوابة حق خريجي تقنية المعلومات إنهم يتوظفوا في هذه الأماكن. إذا باختصر تجربتي مع برنامج ناجح فهو برنامج ناجح بكل المقاييس.